خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبدية قلقها الشديد من تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية. وأوضحت اللجنة أن سلطات السعودية ومنذ بدء الحصار في 5 يونيو/حزيران الماضي اتخذت إجراءات أعاقت سفر القطريين لأداء الحج والعمرة. وأشارت اللجنة إلى سلسلة من الانتهاكات تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي. وتعتزم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رفع شكوى أخرى إلى منظمة اليونسكو إلى جانب اتخاذ خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني دولة قطر والمقيمين فيها من أداء مناسك الحج في المحافل الدولية المختصة كافة.